ما اقدر اشرح لكم انا وين وش جاي اسوي، بس هذا الفلوق راح يبدي هسه. نص الليل غطيته قعدت الصبح ما لقيته، نص الليل غطيته قعدت الصبح ما لقيته، ودادا باك رجلي يلا ويانا. الكل متابعين مالتي، يعني يجوز كل واحد يلوح فد ملي ملي مين. ما راح اقول لكم وين كنت، بس راح تعرفون بفلوق الفلوقات الجايه انا وين اليوم كنت. واخيرا هذا الفلوق راح يقدر يبدي. اليوم صار وياي موقف، تعرفت على شخص حكمت عليه بسرعه وبعدين فشلت، فراح نحكي بهذا الموضوع بنهايه الفلوق. اعطوني رايكم بالفلوق مال البارحه، من سويت الترجمه انجليزيه، قولوا لي اذا هذا الشيء فاتكم او لا او شنو. فهسه رايح انا اودع تشيكات عندي واروح اكل واروح للحلاق. اشتريت هذا الكتاب لان انتم نصحتوني به، بما انه موضوع الفلوق مالتنا اليوم انه واحد ما يصير يحكم. بلشت بهذا الكتاب واول 10 صفحات ابد ما عجبني، بس ما راح احكم، راح اقرا كله وبعدين احكم. انا بليا كذا من صار لك ساعه تدور على المفتاح ويطلع بالباب مشكل. تخيلوا لو واحد طول حياته ايش ما يسوي بيومه، يغني الشيء اللي يسوي. نسيت تليفوني راح اجيبه من البيت، انا هسه نازل بالمصعد، هسه خلصت من البنك. اوكي هاي الفقره كلش مزعجه. الحلو انه البنك والكارواش ومطعم المسقوف العراقي والبنزين خانه وشنو بعد والحلاق كله بنفس المنطقه، وهاي المنطقه بيها كل الشركات مال ايجار السيارات. فكل السياح اللي يجون لدبي عبالهم انه الناس كلها طاقه وكلها مريشه وكلها عندها فلوس، لان على البوليفارد كلها فراري ولامبورجيني. زين ما يدرون نصهم ذولا كله ايجار، بحيث احنا على البوليفارد انا وفراري. ها محمد، ها عبد الله، ها مصطفى، اليوم صفر الفراري فراح. حبيبي حبيبي شو بتترجعها؟ وباب السياره راح تفتح هسه. هذا الحلاق وهذا مزقوف العراقي. الحلو انت بعدك ما شارب المرقه، جايب لك عود الاسنان. اخاف اخاف كل شيء يصير. فقرة الاكل خلصت، يعني هسه المعدة كبرت، يعني وزني زاد، فهسه شنو نسوي عم نخفض وزننا؟ نقص الشعر. كيف تقول شنو بالمصري؟ شنو؟ اي مصري شنو يعني ايه؟ يعني ايه؟ في ايه؟ شو اخبارك؟ قول شنو؟ شنو؟ اي اول فيديو عجبك شو هو؟ معرض الكتاب. والثاني؟ وليد. عندنا هذا وليد؟ زين هاي الياخة دخلتها شنو؟ هاي يسموها الياخة بالعراقي، ما اعرف شو تسموها بالمصري؟ الياقة؟ الياقة المدنية. طيب هاي شباب انا متفاجئ انه اكو مصريين يبيعون فيديوهات، يعني شلون يفتهمون؟ احنا متعودين يعني على افلامكم المصرية لانه من نحن صغار ونتفرج عليها يعني، بس يجيك واحد هيك يحكي يعني انت ايش تفتهم مني؟ وصلت البيت لقيت ساندرا مسوية قيلولة، جيت ابدا اقعدها ابدا اقول لها انه الحياة نشاط وحيوية، بعت لها راسا غفيت انا هم نمت. وحالي حالي 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 راح اسوي لكم قهوة بالطريقة الافريقية. اي ما فويند، ذيس از نسبريسو كابوتشينو. First you need a cap. My friend, after cap you need water, hot water. You put the cold water to make the hot water. This button means on. When you make coffee, instead of waiting for make coffee, you watch Lois Ahe vlog. You put hot water in cup. You put coffee in cup. Then you took small spoon, but before twisty you have to put beautiful Africa song. اي شيء تسوونه بالحياه ممكن تقلبوا موقف يضحك وتنسون نفسكم بحالكم. سادرا سويت قهوه نفسي، بس اتصور القهوه ما ذابت يعني بالمي. ايه فدا احس تشريب قهوه صار كل شوي تجي كتله. اي ماي سيستر هاو ار يو؟ هاو ار يو توداي؟ اي ام جود هاو ار يو؟ مام سويت سكتش كوميدي على الافارقه شلون يحكون، بس قلت للجمهور انه انا من كنت صغير اصدقائي كلهم كانوا من افريقيا، صح ولا لا؟ صح صح صح. هاي ما تشمال منطقش فلوس قليلهم. ايه لا تسجل ماما لا تحطها.
يا اخي غياب الشمس بس بالافلام حلوه ورومانسي، هسه جاي في وضعيه يا واحد حتى عيونه ما يقدر يفتحها. الله يا الله. شركة وكنت قاعد ويا مديرة مال ماركتينج ورادوا يسوي لي تور لهاي الشركة، وهاي الشركة كانت كلش كبيرة، فكان يحتاج انه يجيني واحد بسيارته يفرني بالمنطقة اللي تابعة لهاي الشركة. فأول ما اجى هذا الشخص بسيارة صغيرة بيضة قعدت وياه، هو هندي، قلت له أنت سائق مال الشركة؟ هو اندار علي قال لي أنا المشرف على المزرعة. أنا فشلت لأن حسيت نفسي انه حكمت على هذا الإنسان ونقصت من قيمته، لا صغرا بالسواق بس انه هو رتبته كانت اعلى من الرتبه اللي انا متصورها، فانا لو ما سأله كان عمري ما عرفت. فشوفوا اهميه السؤال قبل ما تحكمون على شخص، سألوا. بعدين فكرت هذا الموقف كان كلش صغير اليوم، تخيلوا اذا يعني هذا الموقف كان بالطب مثلا، اذا يجي شخص او دكتور يحكم على انسان او يحكم على موقف معين او على مرض معين ويخطئ بدون ما يسأل، كان صارت كارثه. الشيء اللي يمنع الانسان انه يحكم هو السؤال، وحتى اسئلتكم خلوها عامه. يعني انا كنت اقدر اساله انت شنو تشتغل بالشركه، بس انا سالته هل انت السايق؟ يعني بسؤالي انا وجهت له شيء انا كنت حاكم عليه اوريدي. هذا الانسان كان جدا لطيف وما زعل، بس غيره كان ممكن يزعل. اربع اشياء راح تفيدكم من تسالون بدان ما تحكمون على شخص. اول شيء هي الكونكشن، انتم شو راح تتعمقون بالشخص وراح تدخلون بشخصيته اسرع من ما انتم تحكمون عليه. ثاني نقطة هي التفاهم، ماكو اي انسان ما يريد انه الناس تفهمه، فانتم ما راح تسألون سؤال هو راح يحس انه انتم جاي تفهمونه، فراح يتعلق بكم بعد اكثر. ثالث نقطة وحكيناها قبل ثلاث فلوقات، الاستماع، كلش ضروري انه تستمعون، والناس انتم من تسمعوا لهم راح يحترموكم اكثر. رابع واخر نقطة، ممكن الاسئلة تجرح بس بنفس الوقت تخلي الواحد امام الامر الواقع ويجاوبكم الاجوبة اللي هي صحيحة بدل ما تظلون تلفون وتدورون، فدائما سألوا قبل ما تحكمون، اوكي؟ يب. بس انسان واحد حكمت عليه وطلع الحكم مالتي صحيح. ساندرا اول ما ولدت قلت هاي راح يطلع قرد. طرطان طرطان. هذا البارك اللي استنى صورت فيه، وهاي الشقه مال روى، فخبرت روى ودائما هاي الطريقه تنجح. خبرته قال لي انت وين؟ قلت له انا مو بعيد عن بيتك. قال لي تعال. قلت له لا يعني شو اسمه؟ قال لي ليش؟ قلت له ما انا تعرفون. هو مش معاه، يقول لك تعال بشرفك تعال. فقلت له اوكي انا باركر جوا وساعد لك اصلا. بس بالمكالمة روى حسيته شوية ماسخ، فاجيت اجيب له شوية حلى، راح اشتري له كيكة. هاي الفاشونيستا من تتسوق؟ بعد عشان يكنس البيت، بس هم قد ما متواضع ما يريد يقهر باقي الرجال اللي ما يساعدوا نساهم بالبيت. شلونك راوي؟ ممتاز، اخبارك؟ كلارك كنت العرب، اذا ما تعرفون كلارك كنت هسه يطلع لكم هنا، باعوا نفس القدلة. وهذا المصعد راح ينفتح هسه. خدري شاي عالسريع، خدري شاي هسه. فوفو اول يوم شفتني شنو حكمت علي؟ كرهتك. ليش؟ انا اول يوم عرفتك شنو حكمت عليه؟ انت هذا قد شايف نفسك؟ عادي عادي، مو الكل عبالهم انت شايف نفسك. هو انت شايف نفسك لو لا؟ فرات راح يفتح الباب هسه. اجواء حاليا داون تاون بوليفارد، وين اخلطنا الشخصيه فوفو؟ النخلة المتحركة. طرطان طرطان طرطان. Always Coca-Cola. من مميزات هذا المطعم انه اسمه ميزو. طرطان طرطان طرطان. بشرفك ايش قد تتحملني؟ كم ساعة باليوم تقدر تتحملني؟ 24:30. هلا ولك شنو انت جنب دايب؟ اخ تعبان وما بيحل انهي الفلوج. فرات تعال انهي الفلوج بشرفك، تعال حط الكاميرا. رحم الله والدك اخوي. بثني شوي مجال. وهذا الفلوج راح ينتهي. خليك جاهزين شباب؟ حبايب يوم طويل بس نحبكم، وهذا الفلوج راح ينتهي هسه. تدري لي جاي